لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، نأتي الآن إلى صب خرسانة السقف، صب البلاطة بالكونكريت الجاهز. طبعا الكونكريت الجاهز يكون أفضل شيء للكميات الكبيرة والمعتمدة عندنا في الهيئة العامة للإسكان، وزارة الأشغال ودولة الكويت كافة. لذلك أيها الأحبة، نأتي الآن إلى التأكد بعد ذلك من نظافة السطح. نظافة السطح أيها الأخوة قبل الصب ضروري جدا، وأيضا غسيل بالماء لجميع السقف حتى يكون الخشب المعاكس الذي يحمل السقف يكون مشربا بالماء، وحتى لا يمتص عصارة الخرسانة الجاهزة. لذلك انظروا إلى هنا، هنا غسلناها بالماء، ضروري أيها الأحبة، هذا عمل روتيني ما قبل صب الخرسانة. وأيضا أيها الأحبة، هنا أيضا نضع بسكوتات، بسكوتات هنا لو ترون في هذا المكان، بسكوتة هذه أيها الأحبة، حتى نرفع الشاش الحديد، نرفعها لازم أقل شيء 2.5 سم، اللي هو الكفر مالة السقف 2.5 سم أيها الأحبة، أقل شيء 2 سم إلى 2.5 سم. هكذا البسكوتات، وبالطريقة هذه أيضا، وهكذا في كل مكان، حتى أيها الأحبة يعني البسكوتة وظيفتها أيها الأحبة تحمي الخرسانة فيما بعد من الصدى ومن. لذلك أيها الأحبة، الغسيل بالماء، رشة اللي يسمونها رشة بالماء للحديد التسليح ضروري ما قبل الصب. ثم بعد ذلك وضع البسكوتات كما أخبرناكم آنفا، حتى يكون أقل شيء يعني 2.5 سم عرض البسكوت، سماكة البسكوتة، سماكة البسكوتة يعني تكون البسكوتة إما بالبلاستيك أما بالكاشي الصغير هذا التكسيرات، فكلهم لا بأس بها. إذن أيها الأخوة، الآن نأتي إلى التشيك السريع. ينبغي علينا أيها الأحبة أن نتأكد من أعمال الصرف الصحي والكهرباء وأعمال التهوية. نرى هنا أيها الأحبة، يجب أن نتأكد وجود الفلبورة، الفلبورة بالمصطلح العامي مداعب المطر، وبالمصري مزاريب الأمطار. مداعب الأمطار هذه أيها الأخوة تعرفون فيما بعد ذلك بعد الصب يكون هذا تصريف لمياه الأمطار فوق السقف، فكثير من الأخوة يفتقد إلى ذلك الشيء الاحترافي. ربما عامل الصحي عنده لم يخبر، ربما صب الخرسانة بدون أن يعلم الصحي بأن هناك سوف يكون في صب. لذلك أيها الأخوة، ينبغي عليكم أن أثناء الصب، قبل الصب، ما قبل الصب، أن تتأكدوا من أعمال الصحية قد انتهت، ومن أعمال الكهرباء قد انتهت أيضا، هذا أعمال الكهرباء أيها الأحبة، وأيضا أعمال التهوية سوف نريكم الآن الوضع. أيضا أيها الأحبة، كما ترون هنا أعمال الكهرباء، نقاط الكهرباء، وأيضا هذه الأعمال كلها. لذلك أيها الأحبة، أيضا هذا هنا بايب، هذا بايب التهوية، وتستطيعون تقولون تضعون بايب أو تضعون سليف حتى يكون البايب داخل. هذا مهم أيها الأحبة، أيضا هذا البايب لازم أن يكون قبل أعمال الصب، تتأكد بأن هناك، بأن جميع المراحل قد انتهت، وأن أعمال الصحي انتهت بالكامل، وأعمال الكهرباء انتهت بالكامل. ولا ننسى أيها الأحبة، أيضا في أخطاء في بعض الناس حينما يصب السقف بعد ذلك يتبين له أنه لم يعمل وايرات للستلايت. الستلايت أيضا ينبغي أن يكون أثناء صب الستلايت، تمديدات الستلايت أو السليف، سليف الستلايت أن يكون موجود. إذا هذا باختصار أيها الأحبة جميع الملاحظات. هذا مداعب المطر اللي في البورة لتصريف مياه الأمطار. لذلك أيها الأحبة، باختصار لأعمال الصب ما قبل الصب، الآن عملنا حديد التسليح وتأكدنا من نظافة
السقف أيها الأحبة، وتأكدنا من عمل بسكوتات عشان يكون مخفي السقف، يكون من تحت مخفي، ما تكون الشاشة الحديد بارزة فيما بعد، فلازم يكون أقل شيء 2 سنتي ونص، من سنتين إلى سنتين ونص. فوضعنا تلك البسكوتات وهي بديلة ناجحة أيضا للبسكوتات التي من بلاستيك، فهي محصلة كلها في النهاية نفس الشيء. إذن خلصنا من البسكوتات ورشينا ماي، رشينا ماي كنظافة أيضا وكعمل رطوبة للخشب المعاكس حتى لا يمتص عصارة الخرسانة الجاهزة، وتأكدنا من عمل البايبات الصحي، تصريف الأمطار ضروري هذا يا الأحبة حتى لا يكلفوا كذلك الأمر فيما بعد تكسر وحاتك حالة وتجيب لك دريل. فتأكدنا أن الفلبورات اللي تصريف الأمطار موجودة، وتأكدنا أن البايب للصحي سواء بايب لتصريف الأمطار أو لتصريف الأمطار عفوا سواء للتهوية شفاط التهوية أو يكون بعد أيضا حق درين بايب اللي هو تصريف الرطوبة من الماء التي تنتج عن مكاين التكييف. هذا باختصار الأخوة ودقائق معدودة، ونأتي إلى صب الخرسانة. صب الخرسانة من الخلاطات الجاهزة كما ترون أيها الأحبة، هذه الخرسانة الجاهزة. طبعا أوصي بشدة استخدام الخرسانة الجاهزة، هناك الخلطات الإيرانية ليست بكفاءة الخرسانة الجاهزة. الخرسانة الجاهزة أيها الأحبة معمولة بشكل هندسي وبشكل صحيح. لما نتطرق أيها الأحبة إلى الفرق بين الخرسانة الجاهزة وبين الخرسانة الخلطة الإيرانية، الخلطة الجاهزة أيها الأحبة هناك في الجهاز يخلط محلول السمنت الإسمنت مع الرمل مع مواد كيماوية تسرع عملية الشك أو تبطئ عملية الشك، ومحسوبة بالتمام. لما نأتي للإيرانية، الإيرانية مجرد ما يضع الرمل والإسمنت على طول ما يمديه تحلل أو ما يمديه ذاب الإسمنت بالرمل على طول يصعد فوق. لذلك أيها الأخوة عندي أنا مثل يعني ربما البعض يضحك منه، الخرسانة الإيرانية أو الخلطة الإيرانية هي مثل الشاي، لما تحط السكر على الشاي وما تحوسه عدل وبعدين تفرشه على السقف، هذا هو يعني تحليلي حق الخرسانة الإيرانية، نفس السكر لما تضعه بالشاي وما تحوس عدل وبعدين تفرشه على السقف. هنا يكون ايش ايها الأحبة، ما يمدي اختلط، ما يمدي ذاب السميت بالرمل، ما يمدي ذاب وخذ تحصيله. اما الخرسانة الجاهزة يقعد، تخيلوا ايها الأحبة الخرسانة الجاهزة يقعد ربع ساعة يخلط بالخلاط حتى يضمن ان الجميع اختلط بنسبة 100%، ثم بعد ذلك يفرش السقف. هذا باختصار أيها الأحبة، وأي تعليقات عندكم أو أي شيء مفيد أرجو وضعه في الكومنت، تعلقون تحت الفيديو إضافة كومنت، وأي شيء ناقص قد ناقص من عندي كتعليق أرجو أنكم يعني تفيدوني، فهذه قناة مفيدة ننشر فيها العلم المفيد عن البنيان، وحتى يستفيد غيرك أيها الأحبة انشر هذا الفيديو واعمل لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. معاكم المهندس الاستشاري مطلق الدعيج، وأهلا وسهلا بكم في مقطع جديد. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.